السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هتكلم النهاردة إن شاء الله على إجابة امتحان الكمبيوتر المحافظة الغربية فصل الدراسي الأول 2023. يلا مع بعض. السؤال الأول معانا هنكمل: مجلي الخاصية نقط تستخدم مع أداة التحكم الليست بوكس، طبعا هي الخاصية أيتمز. رقم 2، الخاصية نقط تستخدم في تغيير النص الظاهر على الأداة، نص وظاهر على الأداة يبقى الخاصية تكست. نقط يحتوي على المترجمات والمكتبات وبيئة التشغيل في برنامج الفيجوال بيزك دوت نت، يبقى ده مكونات الدوت نت فريم ورك. 4، عبارة عن إجراء يحتوي على كود يتم تنفيذه عندما يقع الحدث المرتبط به، الايفنت هاندلر أو هاندلر أو معالج الحدث. بيئة التطوير المتكاملة أي دي تطلق على الفيجوال ستوديو. يبقى هنا رقم 5، هي قائمة تعرض أسماء أدوات التحكم المدرجة على النموذج في نافذة الكود. ده الباب الرابع اللي هي classes name. السؤال الثاني، قاعد كتابة الجمل، طيب يصمم عليها واجهة البرنامج الذي يتعامل معه، طبعا مش نافذة الخصائص، هي الفورم هي النافذة اللي بيصمم عليها ايه واجهة البرنامج. هي أداة تحكم لإدخال بيانات نصية، أداة الإدخال اللي عندك في الترم الأولاني اللي هي التكست بوكس. تكست بوكس أداة تحكم نقط تتيح اختيار بديل أو أكثر، يبقى ديت الشيك بوك. شيك بوكس أداة تحكم نقط تستخدم في اختبار نوع الطالب ذكر أو أنثى، اللي هي الإيه الراديو بوتون. الشيك بوكس بتبقى شكلها كده، تمام، يبقى دي الراديو بوتون اللي هي رقم 4 اللي هي الأداة اللي مكتوب فوق دي. الخاصية نقط هي المسؤولة عن شكل وحجم خط، طالما قال لي خط على طول يبقى الإيه الفونت. يحتوي على رموز أدوات التحكم التي يمكن وضعها على النموذج، ده التول بوكس، صندوق الأدوات. تول بوكس أو أقول صندوق الأدوات، الاثنين واحد مفيش مشكلة. السؤال الثالث، لفتح نافذة الكود يتم الضغط على مفتاح F5. غلط، F7. لغة الفيجوال بيزك هي إحدى لغات المواجهة بالحدث، طبعا صح. ضبط الخصائص البرمجية نستخدم الصيغة كنترول نيم دوت فاليو بيساوي بروبرتي، طبعا غلط، هي كنترول نيم دوت بروبرتي بيساوي فاليو، قلت لنا ايه غلط. مستعرض الحل او السولوشن اكسبلورر يحتوي على قائمه باسماء ملفات ومجلدات المشروع، طبعا بيحتوي على المشروعات او الملفات زي ما هو يقول، طبعا صح. اخر سؤال معانا هنا، خريطه بسيطه، بيقول لي اكتب الخريطه، اكمل الخريطه المقابله بكتابه خطوات الحل المناسبه داخلها مكان الارقام، وذلك لطباعة كلمة ناجح إذا كانت الدرجة المادة، وهنا حطيت لي المتغير اللي هو إكس أكبر من أو تساوي 50. طيب هنا رقم 1، هنا أنا بشوف هل أنت عارف الدرجة كام؟ لأ، وبالتالي هعمل ريد أو قراءة. ريد إكس، ممكن أقول ريد، ممكن إنتر، ممكن جيت، ممكن إنبوت، أي واحدة من الأربعة. ريد إكس هنا. طيب هنا اتخاذ القرار أو السؤال، هو بيقول لي أكبر من أو تساوي 5، وبالتالي هاجي هنا أسأل أقول له هل الاكس اكبر او بتساوي 50، احطه هنا، تمام. اذا قال لي يس، قال لي اذا كان جايب اكبر او يساوي، قول له ناجح. يبقى عشان اقول له ناجح اعمل اخراج في رقم 3، يا اما بستخدم برنت او اوت بوت. هعمل اقول برنت برنت، وطبعا انا هكتب كلام، يبقى لازم يكون بين علامتين تنصيص، واحط ناجح بس كده. طيب هنا رقم 4، انا خلصت، في حاجه تعملها؟ لا، يبقى هعمل ايه اند، تمام. بالتوفيق والنجاح للجميع. اتمنى اذا عجب حضراتكم الفيديو ما تبخلش علينا بالاعجاب واشتراك معنا في القناه وتفعيل زر الجرس. ما تنساش موجود على القناه قائمه تشغيل كامله لمنهج الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول والفصل الدراسي الثاني، وموجود مراجعات وموجود اسئله امتحانات المحافظات السابقه. بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.